الأمة والشعب، إصابة الفساد، الحاكمة هي وزمرة المتملقين والمفسدين أعداء الوطن وأعداء الشعب يا أرحم الراحمين. والنصر إن شاء الله قريب، اللي ينفع الناس كامل، اللي ينفع الناس وينفع البشرية سيمكث في الأرض، وإن شاء الله وهم دور يذهب، إن شاء الله تذهب ريحهم بإذن الله تعالى. الإصابة الحاكمة الفاسدة المتملقة سترحل غير مأسوف عليها، وستذهب إلى مزبلة التاريخ هي وأعوانها من المتملقين ومن المفسدين. ولئن أعطيكم الخطاب، سبحان الله الرحيم، التناقض هم ومزبلة هذا الأقلام المأجورة من المدونين المنافقين وأصحاب الأقلام الصحابة الصفراء اللي كانوا يهاجموا نظام العشرية المجيدة بقيادة محمد عبد العزيز أسد العرب. شوفوا سبحان الله خطاب، احنا ما نعرف سبحان الله خطاب رئيس الجمهورية، لين سمعكم ولا خطاب رئيس الجمهورية، خطاب المحزن المخجل اللي القاه رئيس الدولة محمد القزواني في مدريد، لين سمعوا لكم هون ياك عنكم مستمع لكم خطاب أسد العرب ومؤسس موريتانيا الحديثة وقاهر المفسدين ومحارب المفسدين الماسونيين ومفسدين الدولة وأعداء الشعب والأمة، ولين سمعكم وزير ناطق باسم الحكومة وزير الرئيس محمد القزواني وزيره، لين سمعكم ولي كلامه إن شاء الله. يعني إذا كان موثق معناه التاريخ لا يرحم. سمعوا خطاب الرئيس في مدريد للأسف الشديد. سمعوا خطاب. إحنا اللي قال لنا دولة غنية. سمعتوا الخطاب. دولتكم تعرف في الأمم المتحدة تعرف في العالم ويعدوها من الدول الفقيرة. تموا جاكم عود موضوعي. هذا خطاب الرئيس في مدريد. سمعتوا جيدة. بالنتيجة صغير. يا الله يتمنى لا يخلي الكلام ويا الله يخلي الكلام ما حد يجي ما ولا يخلي وهذه هي الدول الثانية الصحيح حق الغني ما تقدر تتكلم بكل شيء كامل لأي مواطن في أي نقطة. خطاب الرئيس في مدريد، الرئيس محمد القزواني في مدريد. اسمعوا ديك الساعة سامي يزاد وسامي كامل هوية ما هم الناس اللي ما تعشوا دولتكم تعدل المؤسسات اللي قال انت آزر مرة كذا ومرة كذا دخلتوا الخطاب رئيس المدير ما بقاش يوقف عند بلد فيها الله ما لهم السلطة اللي في الصدقة كاملة ولا متوقعين جناح هذا الله يصفقوني هذا المنافقين اسمعوا المنافقين يصفقوني عليك ما عندها مويه تشرب ما عندها مويه تشرب والناس كاملة في الله يا سنها ما هو المدن والمدن كل اللي تقطع الله اسم الحالة نقولوا دولة غنية ولا خاصها شو عطونا احنا لا ما هو الواقع الواقع أنا نخاص أنا ندوركم تصنتوا حتى خطاب الرئيس وتصنتوا خطاب اللي له ارتشاف خطاب الناطق الرسمي باسم الحكومة وسنعرض إن شاء الله على خطابات اللي قالهم أسد العرب ومؤسس موريتانيا ومحمد عبد العزيز. من مهمتنا اللي كلفنا بها الشعب الموريتاني وتخلنا يتحمل هذا يوم العدوبة وقل له تقصير فيها كامل تبنتها ما يلا يخلي ولين يخلي يقول ما هو مربوط يقول ما ينفع يخير هو لا يخلي لا يخلي مكان صفقات التراب والفساد والمحسوبية والزبونية الشكر ولين يعود له قواها عدم مساواة منح الصفقات والمناقصات. أنا ما تأمل فينا من الأخبار وقل الثلاثة أن السيزن كامل ونعرف أنكم كامل تعرفوه كلكم مجموعة في القدم
هذا اجاك نعطي نعطي انت صوت مسموع جاك جاك وعلى الصندوق حمد نقل نقل جنايز وجود هذا الموتانا أو شوف خطاب الرئيس أو سمعوا خطاب كلام وزيره الناطق الرسمي باسم الحكومة. أعطيك أرقام أتحدث لك بأرقام في احتياطي موريتاني من 4 مليارات طن من الحديد 28 4 مليارات احتياط موريتاني. هذا الناطق الرسمي باسم الرئيس الحالي اللي قال موريتاني خالية الجوع والجفاف وأنه لا يريد المواطنين أن يفكروا هكذا. احتياط موريتانيا 4 مليارات من الحديد. مليون أوقية من الذهب، 26 مليون طن من النحاس، إلى معادن أخرى، كل هذا ما هو كنوز معالي وزير لدينا كنوز وكل هذا المستغل منه لا يساوي 10% 20% وبقية متاحات كبيرة، ولدينا محفزات في هذا في هذا المجال، لدينا مدونة استثمارية تعطي الكثير من المحفزات الاستثمارية الأجنبية في بلادنا مثلا احنا اللي قال عندنا دولة عندنا. أنا سمعت تمام؟ سمعتوا بعد خطاب رئيس او شوفوا خطاب رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز. حاولوا معنا ذي طارق الوضعية الاقتصادية الحمد لله في البلد. اسمعوا خطاب الرئيس. حاولوا معنا ذي طارق الوضعية الاقتصادية الحمد لله في البلد رقم المشاكل اللي خلقت رقم تدهور الاسعار المواد كاملة الحمد لله حافظنا على اقتصادنا ما في سنة واحدة الحمد لله مدتها السنوات العشرة ميزانية الدولة قط خلق فيها نقص دائما نكمل السنة الحمد لله في فايد هذا من التسيير اللي ما قط خلق فيها البلد تعرفوا عنه بسابق العشرية الماضية التعليم تحسن الحمد لله في ياسر من النواقص ما زالوا يقال تحسن الحمد لله لان الحمد لله طلابنا عادوا يشعروا في اكبر المدارس اسمع موريتانيا من اغنى الدول اسمع وقال لها مشاكل تعود لانها مليئه بالخيرات هذا خطاب الرئيس محمد عبد العزيز السيد العام موريتانيا من اغنى الدول وقال لها مشاكل تعود لانها مليئه بالخيرات بحرها مليان من الحوت والأرض مليانة من المعادن من عند البطرون للنحاس للذهب للحديد والشعب ما يتخطى 3 ملايين اسمعوا يعني خطأ لا من المعقول ولا من المقبول ولا من اللائق أن يعود الشعب جيعان اسمعوا خطاب أبناء الأمة وأبناء الشعب وأسود أسد الأمة اللي يهان من طرف هاي العصابة الحاكمة والمتملقين من الصحافة والمدونين اسمعوا كلامه وكلام الرئيس الحالي موريتانيا من أغنى الدول وقال لها مشاكل تعود لأنها مليئة بالخيرات بحرها مليانة من الحوت والأرض مليانة من المعادن من عند البطرون للنحاس للذهب للحديد والشعب ما يتخطى 3 ملايين اذا عن ما من معقول ولا من المقبول ولا من اللائق ان يعود الشعب جيعان هذا كلام محمد عبد العزيز هو سمعوا كلامه ملي اخبار الماليين الين جاء موريتانيا من اغنى الدول كلام الماليين اللي تلاوا حقرونا هذه جملة بالعربية زينة حتى. لقد هذا كان إحساس يعني شيء. نحن مشينا شعور مالي. علم المالي. مشينا بشعور مالي. دون علم المالي. دفاع الحماية عن الوطن الموريتاني. لا أزيد ولا أنقص. سيدي وقف أنا بابك يمين كلك أنا عبرتك سمعتوا بين حكام البلد الجاد عليهم وطنهم حكام موريتانيا الجاد عليهم وطنهم وابناء موريتانيا الجاد عليهم وطنهم ومبين
عصابة حاكمة فاسدة. شوفوا شوفوا تناقض كلام الرئيس في مدريد. الرئيس في مدريد قال في خطابه على أن دولة فقيرة وعلى أنه دولة شعب فقير وعلى أنه يا الله تتجد علينا. وهو راتب الرئيس حالا أكثر من راتب الرئيس الفرنسي، أكبر راتب رئيس موريتاني. هذه الدولة الفقيرة، الشعب رئيس الحالي ما يدور يعود يفكر هكذا. راتبه أثمان دوبلة راتب المعلم 88 مرة. هذا الرئيس الحالي من الساعة اللي جاء الموريتاني زاد الحق ميزانية الرئاسة في عهد أسد العرب ومؤسس موريتانيا محمد عبد العزيز شفاه الله ورعاه ونصره، الحقها 1,200,000,000. هذا الشعب الفقير، الدولة الفقيرة، الحق ميزانية رئاستها 1,200,000,000. ولين وصل هو؟ هذا 2019 الحق ميزانية الدولة الموريتانية في رئاسة الجمهورية ميزانيته 1,200,000,000. هذا الرئيس الحالي اللي قال يا أبس مدريد على أن الشعب شعب فقير وعلى أنه خالي جوع وعلى أنه زاد ميزانية الرئاسة 2,000,000,000,000. عاد ترك في عهده 2022 300,000,000,000. حق الله شوفوا التناقضهم. مجهد الرئاسة أسد العرب مؤسس موريتانيا محمد عبد العزيز كانت رئاسة موريتانيا ميزانيتها 1,200,000,000. هذا الرئيس اليامس اللي قال موريتانيا فقيرة وعلى أنه الشعب خالي بالجوع وعلى أنه يلا تجد على الشعب الموريتاني، وقاموا المنافقين والمطبلين والمتملقين من أبناء هذا الشعب الخونة يصفقوا له، زاد ميزانية الرئاسة 2,300,000,000. هذا بي منطقة تناقضها يا سيد الرئيس. السيد الرئيس حاز على حظيرة المنافقين البرلمانية، البرلمان حظيرة المنافقين اللي حازت على 124 نائب منها والله 130 نائب، ووقعت على مأمورية ثالثة والحق ميزانيتها 2,400,000,000. نحن صحيح بلد فقير، احنا بلد 4,000,000 من النرويج، صحيح يا سيد الرئيس احنا بلد فقير. يا قير الحق البرلمان الموريتاني ميزانيته 2019 بعهد محمد عبد العزيز 2,400,000,000، انت حست عليهم وزدتهم ورشيتهم 4,000,000,000. احنا صحيح بلد فقير 4,000,000,000 الحظيرة المنافقين اللي يصوتوا على جميع المشاريع اللي لا يتحمل اعباءها الاجيال القادمه من الشعب الموريتاني. صحيح احنا بلد فقير. الوزاره الاولى 2019 في عهد محمد عبد العزيز كانت ميزانيتها 1,900,000,000. الوزاره الاولى في عهد محمد عبد العزيز اسد العرب كانت 1,900,000,000. في عهد هذا النظام الفاسد عصابه الطين والزبل عادت 4,800,000,000. الوزاره الاولى احنا صحيح بلد فقير، نحن بلد فقير صحيح السيد الرئيس، ويصفقوا لك المنافقين واعداء الشعب والامه المتملقين اللي لا يوقعوك الصبح اللي تاخذ من الرئاسه دور يا صبح وما يعرفوك يا صبح يكلوا لك الشتايم. الوزاره الاولى 2019 في عهد محمد عبد العزيز مؤسس موريتانيا قاهر المفسدين وقاهر الارهاب كانت 1,900,000,000. في عهدكم انتم هذاك حالا اللي لقيتون الشعب فقير وعلى المتسولين عند فيروجات ميزانيه الوزاره الاولى 4,800,000,000. شوفوا التناقض، هذا تناقض من اكبر التناقضات. الاذاعه والتلفزه اذاعه والشيخ وتلفزت وللعمير ولا ابو المعالي الاخوينجي وبوتيق والله دكان وللعمير وكاله الزور ميزانيتهم 8,000,000,000، يعني دوبله ميزانيه التعليم. هذا المتملق الاذاعات المتملقين الثلاثايا التلفزه اللي ما يظهر فيها الحق والاذاعه اللي ما تنقال فيها كلمه حق ووكاله الانباء اللي تجيب تقلب العالم الوطني، هذا ميزانيتهم 8,000,000,000. وكانت ميزانيتهم في عهد محمد عبد العزيز اسد العرب 2,000,000,000 2019 1,000,000,000. تم حسبوا معايا المليارات.
هذا من المليارات كامل اللي زادوا به هذه القطاعات اللي هي كانت تنتفق المشاريع كيف مشروع عمل اللي كان يصير على الشعب المواطنين الضعفاء من 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 الشعب الموريتاني صبحة اليوم قايسة جيوب من 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 المفسدين ومن المتملقين يشتغلوا في ذي القطاعات اللي هم للرشوة. ياك على النور شوي عاقبه يقعد الرئيس في مدريد ويقول الشعب مدريد فقير ولا ندوركم تعودوا تفكروا في هذا، ويقول لك المواطن اللي مشى هاجر عن موريتاني أذكى هو من المواطن اللي بقى هو موريتاني. سبحان الله الرحيم. رئيس يفكر، أنا لا أريدك يا سيد الرئيس، أنا شخصيا لا أريد منكم يا سيد الرئيس أنكم تفكرون هكذا. ما تعودوا بلد كيف موريتاني 4 ملايين من نسمة ينعم بخيرات بثروة سمكية هائلة وثروة حيوانية كبيرة ومساحات شاسعة للزراعة ومعادن ذهب والنحاس والكويرتوس وجميع أنواع، وتقعد يا سيد الرئيس وتقول علينا بلد فقير. والله إلا للأسف الشديد هذا ما هو اللي قلته في خطابكم في بداية الحملة الانتخابية اللي وجهته لمواطنيكم، قلتوا علنكم تنوهون وعلنكم تثمنون العشرية المجيدة لما حققه محمد عبد العزيز رفيق دربكم 40 سنة والذي أوصلكم للحكم وعدلكم الحملة وقعدتكم في الكرسي وقدرتوا به ودرتوه في السجن للأسف الشديد. والله 40 سنة، 40 سنة سيد الرئيس، 40 سنة وحاز عليك أعطاك حكم موريتاني تعدل له اللي معدل دورك راعيك ساجنه في داره مريض يدور العلاج ماكم سامحين له، يعني الاغتيال السياسي والثروات المعدنية اللي تنعم بها بلادنا من السمك باطن من الحديد والنحاس والذهب والكويرتز والثروة الحيوانية والثروة السمكية دون ذلك المنح وذلك الهبات اللي تعطيها الدول الصديقة والدول الشقيقة، واللي دون القروض اللي يقرضها لكم اللي يسلفها البنك الدولي تقعدوا تقول على موريتانيا دولة فقيرة. احنا لا 4 مليارات سيد الرئيس، احنا لا 4 ملايين من البشر. ما يا الله تعودوا، قلتوا في خطابكم اعلنكم لن تتركوا احدا على قارعة الطريق، وتقعدوا اليوم في مدريد وتقول على موريتانيا على انها بلد فقير وعلى ان ما يا الله المواطن يفكر عنه يقد ياخذ من هذا المستنقع الفقير. صحيح المواطن ما هو يأخذ ماله، بل المواطن عنده شهادة في الذمامة. مواطن موريتاني ذميم، مواطن موريتاني ضعيف، مواطن موريتاني ما عنده كرامة. المواطن موريتاني لو كانت عنده كرامة ما ترجع الصبح للقصر. مواطن موريتاني لو كانت عنده شامة ما ترجع الصبح، ما تدخل الصبح نواكشو. مواطن موريتاني لو كان عنده فيه الدم ما تدخل الصبح ولا يدخل حد من وزرائكم ولا من قادة من ذوك جنرالات سراويط يدخل براسته. يقال مواطن موريتاني للأسف الشديد ألا كيف قوم فرعون، ألا اليوم حاكم، ألا كيف فاستخف قومه فأطاعه. انتم مجوعين الشعب الفقير، هذا الشعب الفقير مجوعينه كاترينه بالجوع قاهرينه بالقوة القوة البوليسية وهو يطايعكم. الشعب الموريتاني يا لو كان فيك الدم ما تعود ركاتيا قاعد لا يترقد معصب في ديارك وتخلي هاي العصابة الحاكمة تنهب خيراتك. الشعب الموريتاني يا لو كان فيك الدم ما تعود تخلي هاو جنرالات ينعموا بالخير اللي 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 باركين على ولا يورثوا أولادهم وأولاد أخواتهم وأصهارهم كيف ما يعدلوا تعدل هاي العصابة كاملة. هاي عصابة تنقال عصابة توريث الأصهار، توريث الأخوت، توريث البنات. شوفوا راكم شفتوا وزير الدفاع معين منتو في السفارة الرباط، وزير الداخلية نفس الشيء، وزير العدل نفس الشيء، وزير الإسكان نفس الشيء، وزير الثروة والحيوان نفس الشيء. يعني كله يستخدم الدولة لا في حاجته هو، والشعب الموريتاني الآخر مطحون في الأرياف، مطحون في
في المدن، مطحون في الحدود يكتل، والشعب الموريتاني فقير، صحيح فقير. احنا المالنا فقراء منه، الدولة الموريتانية ما هي فقيرة لا من مسألة واحدة، ما هي فقيرة من المتملقين، ما هي فقيرة من المنافقين، ما هي فقيرة من اللصوص، ما هي فقيرة من أكلة المال العام، ما هي فقيرة من المطبلين، ما هي فقيرة من 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 من, من الخونة العهد، ما هي فقيرة من 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 العملاء، ما هي فقيرة من من أعداء الشعب والأمة. صحيح احنا عندنا فائض في هذا، هي بدلا من قال علينا بلد مليون شاعر، مليون ونص شاعر، هي بلد مليون ونصف منافق. الشعب الموريتاني للأسف الشديد شعب من أضعف شعوب العالم الأرض. بلدك ينهب، خيراتك تنهب، أنت أربع ملايين من الناس، أربع ملايين مواطن، خيراتك عند عشرة رواقيش، وأنت ساكت، ما نقاد تتحرك، ما نقاد تتكلم. رئيس انتخبته وقال لك على أنه لا يعدركم، على أنه ما ولا يخلي منكم حد ما وكلوا الحمل المشوي، وعلى أنه ما ولا يخلي، على أنه العهد عنده له معناه، وعلى أنه ما ولا يخلي رقاش ما يقدوا ويتم يوكل المشوي، وانتوا ما توكلوا المشوي، وهذا موثق يقعد لكم في مدريد، في عاصمة مدريد اللي ما فيها صح حد جيعان. مدريد ما فيها رقاش جيعان، نقول لك أنا عن المملكة الإسبانية ما فهم ما فيها رقاش جيعان، وعلم في الجمهورية الفرنسية ما فهم حد جيعان، وعلن في الجمهورية الألمانية ما فهم حد جيعان، وعلن في الدول الاتحاد الأوروبي ما فيها رقاش جيعان. وتقعد لهم أنت، والله يدنهم يضحكوا عليك، تقعد لهم أنت وتقول لهم في نقر سفارة موريتاني وقدام أبناء موريتاني الخونة اللي قاعدين فم قدامك باللي كانوا معهم خونة ما تحقرهم، وتقول لهم أنتم بلد فقير ولا يا الله تفكروا هكذا، وهو في بلد ضامن لهم حرية الرأي، حرية الرأي باحترام. لا يا سيد الرئيس، انتم هذه الصفقات التراضي تعطوا لأقربائكم وتعطوا لأصهاركم وتعطوا لأخوتكم وتعطوا لجهوييكم وتعطوا لأصدقائكم، هذه جاية من منين؟ هذه ثروات الشعب الموريتاني، هاو المليارات اللي يقسموا على الأصدقاء وعلى الأصهار وعلى الجهويين، هذه مال اللبانية المستشفيات في الداخل، مال اللبانية المستشفيات، مال اللي معدل طريق الأمن، هذا من المليارات ينتهب من خزينة الدولة الموريتانية، وهذا من الصفقات التراضي يعد ينعطى، وهذا من النهب الممنهج الواضح للعلن، وهذا من سجن أصحاب الرأي وفصلهم عن 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 مناصبهم. هذا بأي طريقة يقدر يتم الشعب الموريتاني ساكت عليه؟ الشعب الموريتاني أنت جبان، الشعب الموريتاني جبان، الشعب الموريتاني ضعيف، أنت ضعيف، يعني كنت مالك ضعيف ما تم قاعد تقهر، الأسعار طالعة وخيراتك تبذر عند عشرة رواقيش، يعني كنت مالك جبان ما يعود رئيس أعاد لك كرامتك وعاد الموريتاني هيبته في المحافل الدولية إقليميا ودوليا يعود مقفور عليه دار وما هو مخلي يمشي الدواء، ما يعودوا أصحاب الرأي ينفصلوا عن من مناصبهم، ما يعودوا أصحاب الأقلام الوطنية ما تراو يكتبوا كلمة واحدة به اللي ماش به اللي خايفين من السجن، يعودوا أصحاب الرأي مسجنة في نواذيبه ومسجنة في روسه ومسجنة في النعمة ومسجنة في الطينطان وفي كيفة وفي عد البقرو. سيد الرئيس اسمح لي نقول لك على أنك قالت الرأي العام وعلى النهاية ما هي الأمانة اللي انتخبكم عليها الشعب الموريتاني. الشعب الموريتاني ما انتخبكم عليكم تقعدوا له وتقولوا له أنت لا أريدك يا مواطن يا العيزان، كنت تفكروا هكذا إلين يسوي لك الصحفي يقول لك الشعب الموريتاني يتساءل عن منين هي ثروته السمكية ومنين هي ثروته المعدنية، تقول لا أريد مواطن يا أن تفكروا هكذا. أنت دورنا بأي طريقة نفكر؟ أنت مالك لو عدتنا، مالك قلتنا عندك العهد معنا، مالك إلا رأيك وحست على رفيق ضربك اللي قاعدك على الكرسي وزرقته في السجن، والأنصار اللي وصلوك هاي زرقتهم ما ترقد منهم حد قاعد، إحنا هذا قاعد نزركم ما قديت نشير والدتي نزورها ساقك تموت يرحمها.
ولا في درك واحد حد قاعد يجي الموريتاني. وحنا الميزانيات كاملة اللي زادت راعيها هذا هو مليار ملوقية، مليار موقية مواطن موريتاني، 1000 مليون، لا 900 مليار هي مليار، 1000 مليون، 1000 مليون معدلة مستشفى في كنكوصة جاهز، 1000 مليون معدلة مستشفى مبين في بوتي ريميت جاهز لذوك الحوادث السير اللي يأخذوا فماتيها، 1000 مليون معدلة مستشفى على حاجة الضفة، 1000 مليون معدلة مستشفى في الحوض الغربي، 1000 مليون معدلة احنا في اللي قلنا لا 3 مليارات، 1000 مليون معدلة مستشفى في الحدود الفصالة، إياك على نجر حالين وذبحوا وقتلوا يقدوا 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 يندارو ويقدوا يلتموا في المستشفى ويقدوا يدواوا إلى جاو مجاريح. هذا من المليارات يا سيد الرئيس اللي زدت به ذو الميزانيات اللي هما، هذا جاي من منين أنت محمد عبد العزيز رفيق ضربك إلى عاد كارش أنت كلت معاه، وهذه حكومته كاملة رأي 13 متهم اللي قالت لجنة الخروطي على أنها قابضة الفوضى موريتاني وبرأت يوم برأها هذا قاضي 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 ظلم هذا قاضي الإجرام وحبس منها راجل واحد هو الوطني وهو مؤسس موريتاني وحارب الأرهاب وجابه قتل الكرسي وقعدك عليه بدون دليل وهو تحداكم محمد عبد العزيز أسد العرب تحداكم قال كمان نتحدى أي أرقاش وزير والله مدير والله رجل أعمال يقول قد يقول أعلمني قطي قلت له يعطي والله قط جاب لي شك قد قاعد يحقر ويجيب له شك لماذا يعود هو وحده مسجون ومسادف بين الشعب الموريتاني يبقي بين هذا الشعب التعيس اللي بارك لارك بين ذل ولا وقاعد يتكلم قلت له أني تطرس محمد عبد العزيز الصبر ما دور يجري مراه كامل وأنا بعدني يعود مسولني الشعب الموريتاني في القصرة وفي الأحياء الصفيح اللي ما لا قاربوا يشرب وقاربوا بايت الليلة ما هو متعشي مع الصباح ينتفض ويقيس القصر الرئاسي ولا يخلي لك ولا يخلي ويرفض محمد عبد العزيز يدخله فماتيا ياك موريتاني تصرح أما 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 جنرالات اللي قاعدين راقدين ويراعوا في الدولة الموريتانية يراعوا فيها تنتهم ويراعوا فيها تفسد ما لنا معلقين عليهم ترينا أمان عندنا معلقين أمان الله أعلاه على ذوك الضباط الأحرار اللي راهم مختفيين فماتيا ودرعوا فهم ضباط أحرار لين قال البلد بين اللي عصابة العجزة من الحقوقيين ومن الأحزاب ما تلم عول عليهم حد بين اللي حتى اليوم شاف سكوتهم عن الواقع الموريتاني من النهب من طلوع الأسعار والإكراميات اللي ارتشاوا بها من مال الشعب الموريتاني وتصريح الرئيس اليوم ولا قد حد يتكلم فيه يعرف عن ما ترى حد معول عليهم ولا ظهر ملاع عن الشعب الموريتاني ترى يقد يدير فيهم من الثقة فوق ذيك 2% اللي قطع طاهم ما ترى ظهر الإيمان اللي قد يزيدهم عليها الشعب الموريتاني نختار نوجه لك رأي أعلن لك إليه ما قبلته بالقوة ما لك ليه تجبر أنت وولادك معنى أنتم الفقراء اللي هم الأكثرية في الشعب الموريتاني أنتم الفقراء اللي في الأحياء الشعبية في نواكشوط وفي نواذيبو وفي كيفة وفي سيلي بابي وفي تجكجة وفي روسو وفي الزويرات وفي العيون أنتم أولادكم قرينهم ليش أنتم ما عندكم جنرالات ولا عندكم وزراء ولا عندكم مدراء معناكم مقرينهم ليش خلوا معكم يمشوا في الشارع خلوا عنكم الناس يمشوا في الشارع باللي هم مصيرهم لا الشارع مصيرهم الشارع باللي حد ما مراه وزير والله مراه جنرال والله مراه شيخ قبيلة مرتزق ما هو لا يعين نهائيا نقولها لكم أنا التعيين ما هو خالق لكم لا لهانا تموا الشيوخ القبائل
ويتموا الوزراء والجنرالات يكذبوا عليكم يعطوكم 10,000 و5,000 من حيوانكم. ما يبقى 5,000 بعد ما يشاريها لكم الحم ولا يشاريها لكم معروف طنتوا بعد ولا يشاريها لكم الدقيق. بيل انتم تستاهلوا لهذا الشعب الموريتاني، تستاهل لهذا، تستاهل لا حد يكذب عليك، تستاهل لا حد يحقرك، يا لو كنت تستاهل حد 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 ما يحقرك تعود تقبض محمد عبد العزيز، ما تخليه راقد في داره ما هو مخليه يمشي يداو، ولا تعود تخلي الاسعار. الدوله الموريتانيه انقلعت قلعت الضريبه 2019 عن التجار الجمركيه، ولا نقص ولا كيل واحد من مارو عن سعره، ولا كيل من السكر عن سعره، ولا بوش من الزيت عن سعره. هذا للاسف الشديد مصيركم يا فقراء موريتاني. لا تعودوا تزمقوا المسألتين، الدنيا ما رأيتوها والآخرة، لأن أعوذ بالله لا يتسولوا، لا يتسولوا عن الناس لما هذو المنتخبين لما انتخبتوهم. انتخبتوهم لا من أجل قتل أبنائكم ومن أجل قتل أبناء الشعب الموريتاني، باللي هم ما واحلين فيه ما هو النهب، ما واحلين فيه ما هو توريث أصهارهم وأولادهم وبنات أخواتهم وأخوتهم. باللي حدهم موريتاني، حدهم موريتاني تعرفوا على أنه حده موريتاني، تعرفوا على انه ما مراه جنرال، والله ابوه كان وزير، والله خاله وزير، والله نسيبه وزير، تعرفوا على انه ما يطمع بالوظيفه. هذا تعرفون انتم، تعرفوا على ان حد ما ابوه شيخ، وحد ما ابوه جنرال، وابوه وزير، وابوه انسبكتير بوليس، على انه ما يطمع بالوظيفه في موريتانيا. هذا تعرفوه. جاكم محمد عبد العزيز وعدل منكم يعني طبقة من الوزراء ما كانوا يحلموا على أنهم عدوا وزراء، وطبقة من رجال أعمال ما كانوا يحلموا على أنهم رجال أعمال وتخلوا عنه، كان يبين اللي ما مشي لأنه كانوا شيء ما يتخلوا عن محمد عبد العزيز، بين اللي وجاب العدالة للشعب الموريتاني وساوى الشعب الموريتاني. وتعرفوا أنتم يا حزب الإخواني الإخوانجية على النص، أعطاكم تأذين لحزبكم، ما كان عندكم حزب. وفتح الديمقراطية 2007 و2014 و2018 فتح لكم ترخيص ورشحك تيبيرامل، خلاه أعطاك لأنك ترشح نيئة جبارة 22% من الشعب الموريتاني. ما تعود اليوم كاملين، ما فيكم ضمير حي، ما فيكم صوت حقي قد يعني يقول لا أطلقوا صراحة محمد عبد العزيز تعالج. احنا الراجل ضده، خصومه السياسيين يقير ضد تصفيته الجسدية، ضد تصفيته الجسدية من درا كان هاو 3 سنوات، هاو 3 سنوات اللي حكم فيهم هذا العصابة الحاكمة. من درا قولي لي إنجاز واحد عدلوه، ألا قولي لي إنجاز واحد عدلتوا هاي العصابة الحاكمة اللي راعيها لـ 3 سنوات. يا كان الحالة المدنية اللي عدل محمد عبد العزيز ودار عليها مدير من أحسن مدراء ومن أحسن أبناء موريتانيا اللي هو مربيه، وعدل تعدال حقيقي جزاه الله خيرا، ونختار نوجه له تحيه من هون اليوم ربي على ذاك اللي عدل الحاله المدنيه، على ذيك الحضاره اللي احضن بها الحاله المدنيه نيئات صالحه. من درا كان ذو الموانئ اللي معدل ميناء انجاقو والموانئ وميناء الميناء الشمالي هاون معدلهم محمد عبد العزيز. من درى الجيش الوطني من بانيه ما هو محمد عبد العزيز. من درى هذه الطرق اللي في العاصمة اللي ما خلاه، ما فيها بلاصة، ما فيها طريق، ما فيها قدروه، من معدل محمد عبد العزيز. من درى هذا قصر المرابطون اللي تقعدوا فيه وتنافقوا فيه، من معدله محمد عبد العزيز. من درى هاو المستشفيات اللي تتداووا فيها طب القلب وطب الفيروسات ومناء طب الصداقه، من معدلهم محمد عبد العزيز. من درى هذه البرلمان الجديد اللي فيه البرلمان حاضره المنافقين الجديد اللي قعدتوا فيه من هذا وتقعدوا فيه ظهرك، من معدله. من درى من انجاز من محمد عبد العزيز. من درى هاي شركه الماء، هذه طاقه شركه سونا ليك مقرها، وذا الطاقه الشرائط اللي دهشت يومنا دهشت يومنا هذا، من معدلها محمد عبد العزيز. من درى افطوط الساحلي اللي كان حلم
وصفحة موريتانيا نواكشوط اليوم تشرب منه من معدرو محمد عبد العزيز من درام المصدر الكهرباء شور مالي وشور سينيغال منه محمد عبد العزيز من درا كانكم اليوم اللي مشعلكم محمد عبد العزيز اللي له 3 سنوات العاصمة اليوم خلايا بيهم العطش نواكشوط اليوم خلايا بيهم العطش نواكشوط اليوم ينقطع عنهم الكهرباء 20 مرة للنهار حتى نواذيبه ينقطع عنهم الكهرباء من الساعة اللي مشى محمد عبد العزيز صح وهذا اللي تقول عنه هذا من 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 إشقال من إشقال من هذا إشقال العصابة بلياش بيلي المليارات والهبات اللي يعطوا دول صديقة أو الشقيقة وذاك مليار ذاك تريليون وخمسمائة مليار اللي خلى محمد عبد العزيز تهبت ذيك تريليون وخمسمائة مليار من الدولار اللي خلى محمد عبد العزيز في الخزينة كانت هاي العصابة لا رشفتها مباشرة خلت ما خلات من هوية واحدة ما يصوا حدها زايد الحديد طلع الحديد طلع وانتم تصدروا منه مليونين طون يوميا مليونين طون يوميا تصدروها هذا ما هذا هذا كامل لا من إنجازات محمد عبد العزيز هو اللي خلص سنين كانت ريت تنباع عاد سيدي الشيخ عبد الله هو اللي ما خلاها تنباع المنقبين اللي افتح لهم تازيازة منه ما هو محمد عبد العزيز اللي كانوا أعلام المرتزقة ورجال الماسونية كانوا يقولوا على أنه محمد عبد العزيز على أنه قبل طائرة العسكري طائرة طيار طيارين عسكريين وقبل طائرات موريتانيا وعادوا يزرقوا ذهب تازياز تياك عن الشباب الموريتاني يقيسهم هذا تعرف على أنه وكل هرزخته وزوره منين هي الذهب والمليارات كانوا يقولوا على محمد عبد العزيز عنده وفي الديار وكوفرات اللي 400 طرابع منين هم لا كامل الزفتي هذا لا من المرتزقة لا من المرتزقة والمنافقين من ادخل أراضي مالي إياك على أنه يقهر الإرهاب من ادخل في ضابط واقادوغو وقهر الإرهابيين إلين دخلهم مالي ما هو محمد عبد العزيز رأيكم أذبحونا رأيكم أذبحوا 45 موريتاني بدم بارد حتى لأن الحكومة الموريتانية آت التلفن عليهم ويباوا يقبضوها بي اللي حاقرينها بي اللي مدت حوز على أسد وتسجنوا وتحبسوا معنا الجيران ما تراوا لي أقدارهم في الشمال هم لو كتروا في الشمال المضرب خط دقدقة وتاتنا في الشمال خططهم خططهم الجزائر وخططهم وسيني حتى سيني قال كتبت مواطنين على الحدود وبليزاريو تخبط مولي مواطنين على الحدود يعني ما تفهم هيبة هيبة ما هي خارقة يعني أول مرة تقول يقول لك المواطن الموريتاني والله إلا رئيس واحدين تلفنوا علي من الموريتاني ومعارضين الرئيس كانوا معارضين الرئيس والله والله على ما نقول الشهيد قالوا على أنهم موريتاني على أنهم ماتت فيها هيبة للدولة وعلى أنهم محمد عبد العزيز ما يترشح ما زرقون وده هو اللي خايفة من موريتانيا عصابة الفساد الحاكمة باللي خايفة مناش باللي الشعب الموريتاني اليوم أحراره ما فيه محمد عبد العزيز لين يطلع الصبح لين تصبح موريتانيا كاملة معه هذا الشعب اللي اليوم خايف ضغط لا به على انه ما وقعد باللي خايف من الحبس خايف من الحبس يقال لين يطلع محمد عبد العزيز دور تشوفهم كاملين يحصروا عليه وأنا بعد في يقبلين أرجع محمد عبد العزيز الرئاسة المنافقين إيش لا يقولوا له الحجة المنافقين إيش لا يقولوا له لا يقولوا له مال لا يقولوا لهم مالهم هذا بعد في نقبة الشعب الموريتاني أعرف على أنك حق ما قبلته حق ما قبلته راسك إلين ما توخر للشارع وتوخر عنك العصابة توخرها عن الحكم أعرف على أنك دور تم مقبول وعرف انك دور تم مهمش وعرف على انك دور تم على على على, على قارعة الطريق ما ريت المشوي ولا ريت باط مارو والحوت ولا ريت كسكس ولا ريت شسو شنو ليتم كاتلك الجوع وليتم تبات ما تعشيت وليتم اولادك جاهلين وليتم تعبان ولانك لي تجبر شيء سو شنو معناه اعلنك نختارك تقتصر الطريق وتعلن العصيان المدني وتوخر للشارع توخر للشارع إياك على أنك تنتزع حقوقك إياك على أنك حقوقك تقبضهم
عرف انك شي ما نقبل حق ما نقبل بالقوه مالك اللي تجبره بالسلب. وعسك الانتخابات مازالوا دون سنتين، وعسك متزرق على احزاب المرتزقه العجزه. والله هذا النظام اللي هو اللي راهو كان يقولكم على انه ما ولا يخلي حد على قارعه الطريق، وراكم شفتوا على قارعه الطريق قاع ما يحرك على احد، وعلى الامور الامور كل نهار مرة نهار في هذه السنوات تسوء عن حالتها. الفقير يزداد فقرا، والغني يزداد غنى، والمستشفيات تعبانة، والأمن ما هو خالي، راك تعرف الأمن ما هو خالي، والثروات تنهب ما مخلي منها الشس وشنو للأسف الشديد. وانتم قاعدين تتفرجوا ولا عندكم حول ولا قوة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.